تنظيم المناطق الصناعية وجعلها وجهة للمستثمرين الحقيقيين بطريقة مهنية وشفافة هو ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية الجلفة. نحن على وشك إمضاء مرسوم حكومي لتنظيم المناطق الصناعية هذه، لأنه شفنا بلي فوضى فيها كبيرة، وأنت كعارف ذلك وعشت وتعبت أكيد على من هذا الجانب البيروقراطي، وكثير من الناس أخذوا أراضي في هذه المناطق بدون استثمار، وهذا الناس هذا لازم الأراضي هذه ترجع لمن يستحقها. سننظم إن شاء الله عن قريب المناطق الصناعية، وتكون التوزيع يكون شفاف لمن لصاحب الاستثمار الحقيقي، وداخل المنطقة الصناعية يكون تنظيم عقلاني بطريقة مهنية، وحتى تواجد البنوك مباشرة في نفس المنطقة. الوزير الأول زار بعض مناطق الظل بالولاية ليستمع لانشغالات قاطنيها، متعهدا بتجسيد وتنفيذ مطالبهم. الغاز الطبيعي رانا ما عدناش، أو مانيش عارف الرايس لا مبرمجنا ولا ماهوش مبرمجنا، مانيش عارفينها. راه كاين القرامات، الناس من القايبة والله كامل راها عندهم قرامات ما لقوش به يخلصوها. توزيع الماء ما عليهش، ها هو الرايس وراه يتكلف توزيع الماء، راه يخص بابيوت السكنات الريفية. سيد الرايس، سيد الوزير، انتم تمدوا حصص قليلة والتوزيع غير عادل. الوضعية راكم عارفينها وحنا عارفينها، إذا نحنا لازم درك الآن نرجعوا للمستقبل، نبدأ ابتداء إن شاء الله من هذه المراحل هذه. هاكم شفتوا أولا الترميم نتاع المدارس، الترميم نتاع الطرق، الترميم نتاع إن شاء الله نجيبوا المياه، الغاز الطبيعي. كل جزائري عنده حق في البلاد هذه، ولكن كل جزائري لازم يعمل من أجل هذه الجزائر هذه، ما يبقاش غير يطلب، لازم يهز حتى هو يعري على ذرعيه ويخدم. جراد الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية ووزير الصحة عاين ودشن بعض المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي من شأنها أن تفتح آفاقا مستقبلية في الولاية.